السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسعد الله هذه الوجوه النيرة لكل خير، وفقنا الله وإياكم لطاعته، وعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة في الله، مما يجدر بالمؤمن أن يذكر نفسه وأن يذكر إخوانه الأفاضل بنعم الله سبحانه وتعالى العظيمة وبآلائه الجسيمة. الله سبحانه وتعالى أغدق على عباده بالنعم ومن عليهم بالأرزاق سبحانه وتعالى. يده صلوات الله، أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يد الله سبحانه وتعالى لا تغيضها النفقة سحاء الليل والنهار، يقسم الأرزاق ويوزعها بين عباده سبحانه وتعالى، ويرزق من يشاء بغير حساب. وأول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هي قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. هذه أول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومعنى الحمد لله رب العالمين، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. ورب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو ربنا، ربانا بالنعم وأغدق علينا بالنعم العظيمة. ألاؤه جمة سبحانه وتعالى، ونعمه كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعم أيها الأخوة في الله، النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها نوعان: نعم نفع ونعم دفع. فنعم النفع كل ما يصل إلينا من الصحة والعافية والأرزاق، هذه نعم نفع الله وصلها إلينا سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه وفضله. وكذلك أيضا من النعم، وهو قد يغفل عنه، نعم الدفع. فكم الله سبحانه وتعالى وقانا من الشرور، كم الله سبحانه وتعالى دفع عنا من المكاره. فالنعم أيها الأخوة في الله، نعم نفع ونعم دفع. المؤمن والمسلم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. أيها الإخوة في الله، أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه لما أرسل أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام، ذكر من صفاته أنه كان شاكرا. قال الله سبحانه وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم عليه السلام أنه كان شاكرا لنعمه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يكون من الشاكرين. قال الله له: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأخبر الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى لقمان أن يشكر ربه. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. إذن الشكر عبادة عظيمة وطاعة جليلة ينبغي للمؤمن ألا يغفل عنها. قال الشعبي رحمه الله، قال: الإيمان نصفين، نصفه صبر ونصفه شكر، واليقين هو الإيمان كله. إذن المؤمن دائما يحرص على أنه لا يغفل عن هذه العبادة وعن هذه الطاعة الجليلة. بل أيها الموفقون، الله سبحانه وتعالى ذكر أن الغاية من خلقه أن يشكر العباد ربهم. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن المؤمن لا يغفل عن هذه العبادة. وأعظم ما تشكر الله عليه هو الموفق، أعظم ما تشكر الله سبحانه وتعالى عليه أن تشكره على نعمة الإيمان، وأن تشكره على نعمة الإسلام. الله سبحانه وتعالى حباك واجتباك ومن عليك بهذا الدين العظيم الذي حرمه كثيرون. كم من الأرض ممن ضل عن سواء السبيل، ممن كان في الكفر وفي ظلمات الجهل والشك والإلحاد، ثم الله سبحانه وتعالى يمتن عليك من جملة هؤلاء الخلق، فيكرمك الله سبحانه وتعالى فيجعلك من عباده المؤمنين، ويجعلك على الإسلام الصافي والنقي. لهذا أعظم ما يشكر المؤمن ربه عليه أن يشكره على نعمة الهداية وعلى نعمة الإسلام، ويسأل ربه أن يعينه عليها وأن يزيده هدى وتقى. قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وهذا مما يدل على أن أعظم الشكر يكون في الثبات على الإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما محمد إلا رسول
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن الشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان فلم يرتدوا على أعقابهم، ثبتنا الله وإياكم على هذا الدين. أيضا كذلك المؤمن يشكر الله سبحانه وتعالى نعمة الصحة وعلى نعمة العافية. كم لله سبحانه وتعالى على عبده من نعمة في عرق ساكن، العرق الساكن الذي من الله عليك به لو تحرك أحد عروق جسمك لرأيت ولا تغيرت حاله ولا رأيت شيئا عظيما. إذن الله سبحانه وتعالى نعمه على عبده كثيرة، لا بد للمؤمن أن يقابلها بالشكر. والشكر أيها الأفاضل يكون بثلاثة أشياء. أولا يكون باللسان، وذلك من تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. الحمد هو رأس الشكر، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: والحمد لله تملأ الميزان، رواه مسلم. وكذلك من شكر الله باللسان أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن عبودية الذكر وعبودية الشكر لها ارتباط عظيم ووثيق. فالذكر أيها الإخوة في الله هو رأس الشكر، الذكر هو رأس الشكر، يعني ما شكر الله من لم يذكر الله. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. انظر وتأمل كيف جمع الله سبحانه وتعالى بين الذكر وبين الشكر. وأيضا كما لا يخفى يا إخوة في الله، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ: إني أحبك أتدعن دبر قصة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن من علامات ذكر الله في اللسان أن تكثر أيها الموفق من ذكر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. كذلك من أنواع الذكر يا إخوة في الله، أو من أنواع الشكر يا إخوة في الله، الشكر بالقلب، وذلك أن تعتقد أن هذه النعمة أستاها الله سبحانه وتعالى إليك، وأنها من الله فضلا وكرما ومنة منه سبحانه وتعالى تفضل بها إليك. إذا هذا من أنواع الشكر، الشكر بالقلب. كذلك من أنواع الشكر يا إخوة في الله الشكر بالجوارح، الشكر بالجوارح. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بنعمة السمع، وأكرمنا بنعمة البصر، وأكرمنا بنعمة المشي. طيب الموفق هو الذي يستغل هذه الجوارح فيجعلها في الطاعة، لا أن يجعلها في المعصية. إذن هذا الموفق، هذا هو الشاكر الذي يستغل ما أتاه الله من الصحة ومن النعمة ومن العافية فيجعلها في الخيرات، يجعلها في المسابقة إلى الطاعات، لا يتوانى عن الخير. وبالذات يا إخوة في الله نعمة الصحة والعافية، نعمة الصحة والعافية من أكثر ما يحصل الغفل عنها. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حديث ابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. انظر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني ما استغلها، ما وفاها حقها. طيب ما هما هاتان النعمتان؟ قال: الصحة والفراغ. من أعظم نعم الله على العبد أن يمن عليه بصحة وفراغ. قد يكون عند الإنسان صحة لكنه مشغول، وقد يكون عند الإنسان فراغ لكنه مريض. فإذا اجتمعت وكان عندك الصحة والفراغ، إذن حري بك أنك تستغل هاتين النعمتين فتجعلها في مرضى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال أهل العلم: من كانت عند هاتين النعمتين، أعني الصحة والفراغ، فجعلها في الطاعة وسخرها في العبادة فهو المغبوط بالطاعة، ومن كانت عند هاتين النعمتين وفرط فيهما ولم يستغلهما ولم يوفيهما حقهما فهو المغبون. إذن الموفق يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. قال أهل العلم: الحديث ذكر فيه كثير من الناس، قالوا: هذه الكثرة تقابل بالقلة في قول الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. إذن الشاكر هو الذي استغل نعمة الصحة والفراغ وجعلها في الطاعة. إذن من شكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يستغل الجوارح فيجعلها في مرضى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يقوم الليل حتى تلم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن من شكر الله والموفق أنك تستغل هذه النعم وما حباك الله سبحانه وتعالى من المنن فتجعلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. من شكر الله والإخوة في الله أن الإنسان يكثر من تعداد ذكر النعم، أن الإنسان يكثر من تعداد ذكر النعم. قال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. قل: اللهم لك الحمد، من الله علينا بأمن وأمان وصحة وعافية وبلاد طبق شرع الله سبحانه وتعالى. هذه كلها من النعم التي إذا ذكرها الإنسان لا شك ذكرك لهذه النعم هو شكر لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أيضا كذلك الإنسان في أكله وفي شربه يستشعر دائما في الأكل والشرب
أن هذه نعمة من الله عليه. كيف أن الله سبحانه وتعالى يسر له الشرب؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل من غير أذى ويخرج من غير أذى إلا كان نعمة تستوجب أن يشكر. تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى يسر لك الطعام ويسر لك الشراب ويسر لك خروجهما. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ثبت صحيح البخاري حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة يقول: الحمد الذي كفانا وأوانا وأطعمنا وسقانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكرا نعمته ونعمه على مرضيه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.